السلام عليكم. في هذا التكوين إن شاء الله سنتعرف على واحد البرنامج اللي غيمكننا من إنشاء تمارين تفاعلية. هذا البرنامج يسمى ب هوت بوتيتوس، اللوغو ديالو على هذا الشكل، هذا طبعا العلامة المربعة هي هذه. إذا هذا بوتيتوس هو عبارة عن برنامج أو لوجيسيال مجاني ومفتوح متاح للجميع طبعا لإنشاء تمارين ديالهم التفاعلية الخاصة، يعني عوض ما نوليو كنديرو التمارين بداك الشكل العادي ديال انه نديرهم في السبوره وكذا، ممكن انني ندير تمرين انطلاقا من واحد اللوجيسيال واللي التلامذ كي يتفاعلوا مع واحد اللوجيسيال او مع مثلا فيديو بروجيكتور ولا شي حاجه من هذا القبيل، يعني واللي كيتعامل مع واحد الماشين ويدير هذا التمرين. طبعا هذا اللوجيسيال هذا بامكان اي شخص العمل عليه. هذا اللوجيسيال هذا كيمكننا من انشاء 5 ديال الانواع والاشكال المختلفه من التمارين طبعا القابله للتصحيح بشكل الي وذاتي. طبعا شريطة انك انت اللي تبرمج هذا الامر في البداية، وهادشي اللي غنتعلمو طبعا خلال هذا التكوين. اذا باش نتمكن انني نشتغل بهذا اللوجيسيال هذا، اول حاجة خصني نتيليشارجي هذا اللوجيسيال. اذا كما كتلاحظوا غندخلو المتصفح ديالنا، اي متصفح كان، وغنكتبو هوت بوتيتوس على هذا الشكل هذا، وغنديرو البحث. اول نتيجة ديال البحث كتعطينا هي الصفحة الرسمية ديال هاد اللوجيسيال اللي هي هوت بوت. اذا غنضغط، لاحظوا معي غادي نلقى هنا واحد الرابط داونلود. لا فيرسيون اللي كاينه حاليا هي لا فيرسيون 7. اذا اون فوا كان كليكي تما كيديك لواحد المكان اخر. اذا غنكليكي باش نانستالي هاد الهوت بوتيتوس او باش نتيليشارجي هاد الهوت بوتيتوس. اذا كليكي على اوكي ديماري التيليشارجمون. اذا ريثما اننا نتسناو هاد التيليشارجمون هذا خصنا نعرفوا لان هاد اللوجيسيال كما قلنا مفتوح او مجاني، اذا بامكاني ان ندير به اي شيء طبعا. اذا بعد ما ندير شارجي هذا اللوجيسيال ديالي، طبعا هذا هو الفيشي اللي تيليشارجيت .exe يعني قابل انه يتانستالا. غنحاولوا اننا نبركو عليه دو فوا دو كليك، ونحاول انني نانستالي هذا اللوجيسيال. يعني الطريقة باش كيتانستالا هذا اللوجيسيال بحالو بحال جميع لي لوجيسيال اللي كفي انك تكونفيرمي وتكليكي على سويفون. هنا كتكونفيرمي داك الكونترا سويفون سويفون جوسكا لا فان حتى الاخر. فوالا انستالي. اذا هو لوجيسيال بسيط في الطريقة ديال العمل ديالو، يكفي انك تعرف الطريقة ديال العمل في البداية، من بعد يمكن لك انك دير اي شيء به. اذا لاحظ معايا هنا في البداية باش كنكون يلا انستاليش هاد اللوجيسيال اول مرة، كيعطيك تختار اللغة. اذا من الافضل نختار اللغة الفرنسية لانها سلسه في هذا اللوجيسيال، كنفضل اللغه الفرنسيه في هذا اللوجيسيال. اذا لاحظ اون فوا كنختار اللغه كيعطيني الواجهه ديال هذا اللوجيسيال. اذا الواجهه ديال هذا اللوجيسيال هي هذه اللي كتبان امامنا الان، هي الخانه هذه اللي كاينه هنايا او هذه النافذه. اذا لاحظوا معي اول حاجه هذا اللوجيسيال فيه لا بار دو مونو، عندك هنا واحد القائمه اللي فيها مجموعه من الاشياء اللي ممكن دير. اللي كاين من احنا هو هاد بوتيتوس اللي كاين هنايا. الا لاحظتوا كاين جي كويز جي كلوز جي مات جي ميكس جي كروس وهاد ماشر، هادو كاملين او ماشي، هادو كاملين هما الانواع ديال التمارين اللي ممكن ننجز. مثلا الا تكلمنا على جي كلوز، هذيك جي كلوز كتمكنك انك تصاوب تمارين تفاعليه اللي فيها املاء الفراغ. مثلا كما كنديروا حنا املاء الفراغ بما يناسب، غير هذه غادي تكون مصوبه بلوجيسيال، يعني التلميذ غادي يجاوب انطلاقا يحرك لا سوري ويكتب بالكلافيه، وهذا هذا هو التمرين التفاعلي. هادشي اللي بغيت نقصد التمرين التفاعلي. هادشي بالنسبه للجي كلوز. الا هضرنا على الجي كويز، هاد الجي كويز هذه كتمكنك تصوب كيو سي ام، دونك كاملين كنعرفوا شنو كتعني كيو سي ام، اولا كتمكنك تصوب اسئله اللي كتكون عندها اجوبه مفتوحه، يعني سؤال مفتوح. الى دزنا الجي كروس، هاد الجي كروس كتمكنك انك تصوب كلمات متقاطعه بشبكه فيها واحد المجموعه من الكلمات المتقاطعه، يكفي انك تكليك على واحد العمود او واحد مثلا واحد الخانه وكتعطيك واحد الشيء او واحد السؤال، وانت خصك تملا داك الخانات او داك المربعات بواحد الكلمه، مهم كلمات متقاطعه. هاد الشيء غادي يبان ملي غنهضروا على الجي كروس بالديتاي. الا تكلمنا على جي ميكس، هاد جي ميكس كتمكنك انك دير واحد التمرين اللي فيه ترتيب ديال الجمله او فقره او اي شيء اخر، يعني كدير واحد الجمله بواحد الشكل اللي ماشي اون نوغ، والتلميذ خصها
ترتب ذاك الجملة مثلا بواحد الطريقة. إلا هضرنا على جي ماتش، هذا آخر نوع ديال التمارين اللي كاينين في هذا اللوجيسيال. هنا كيمكنك أنك تصوب تمرين اللي الاختيارات ديال الأجوبة كيكون على شكل قائمة، أو الأجوبة كيكون على شكل قائمة، ويكفي أن التلميذ يختار واحد الجواب من ضمن ذاك القائمة أو ذاك لا ليست بصيغة أخرى. أما هذا الدماشر هذا اللي كاين هنا، هذا شنو كيمكنك دير؟ كيمكنك دونك إلا هضرنا على هادو بخمسة، كيمكنك أنك تصوب تمارين كل واحد على حدة، كل واحد بوحده، كل نوع بوحده. أما هاد الدماشر شنو كيدير؟ كيمكنك دير؟ كيمكنك أنك تصوب تمرين أو في شيء واحد، ملف واحد فيه مجموعة من التمارين، مثلا التمرين الأول، التمرين الثاني، التمرين الثالث، التمرين الرابع، كيتجمعوا في ملف واحد. العكس ديال هادشي اللي هنايا، هنايا كتصوب داك التمارين وبهذا كتجمعهم. هاد الدماشر، نتمنى على اني نكون فدتكم ووصلتكم المعلومه. اذا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نتريتيو هاد الانواع ديال التمارين، جي كلوز، جي ماتش، جي ميكس، جي كروس، وجي كويز. هنا فقط واحد الملاحظه، ملي كنتعلم المبدا ديال انشاء تمرين تفاعلي بواحد من هادو مثلا جي كلوز، هنا كيولي الامر سهل عليا انني ننشا اي تمرين باي نوع باي شكل. المهم هو نفهم المبدا باش كيخدم هذا لو لوجيسيال. مثلا الا فهمت غير المبدا ديال جي كلوز غادي نعرف كيفاش ندير نخدم بالنسبه للانواع الاخرى والاشكال الاخرى ديال التمارين. السلام عليكم.